انطلق مهرجان صيفي ثقافي في دورته 14 يوم أمس تحت رعاية معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب السيد محمد الجبري. نعم، وسيستمر المهرجان حتى 5 من شهر سبتمبر المقبل، متضمنا حفلات موسيقية وورش عمل وعروض سينمائية ومسرحية. على وقع مزيج من المقطوعات الموسيقية الشرقية والغربية، انطلق مهرجان صيفي ثقافي في دورته 14 على مسرح عبد الحسين عبد الرضا. يتضمن المهرجان هذا العام أكثر من 48 نشاطاً وما يقارب 23 ورشة عمل تناسب مختلف فئات المجتمع. لدينا هذا العام عدد أكبر من كل الأعوام السابقة. لدينا حتى هذا الافتتاح 48 نشاط يحتوي على 23 ورشة عمل متخصصة وورش عمل متنوعة تناسب الأطفال والناشئة والكبار، تعلم الكثير من الأمور المهمة في الحياة. هذا المهرجان فيه الكثير من التنوع الثقافي الجديد ويقدم أنشطة لأول مرة. المهرجان يتميز بتنوعه الثقافي والأدبي والفكري من ورش تدريبية ومسرحيات وأمسيات فنية وعروض سينمائية. نحتفل اليوم ببدء فعاليات مهرجان صيفي ثقافي في دورة 14 واللي تستمر فعالياته من 20/8 إلى غاية 5 سبتمبر. يتضمن المهرجان أنشطة صباحية ومسائية، أكثر من 48 نشاط من ورش تدريبية، من أمسيات ومسرحيات فنية، إيفنتات سينمائية كذلك. البرنامج راح يكون مختلف عن ما أنا تعودت عليه، وإن شاء الله أنه يكون مختلف للجمهور أيضا، لأنه راح يكون فيه خليط من الآلات الشرقية والآلات الغربية، وطريقة توزيع الأعمال أيضا موزعة بشكل إن شاء الله أنه يكون جديد وحلو للجمهور. مهرجان صيفي ثقافي 2019 يعكس دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب واهتمامه بنشر الثقافة والفن والأدب بين أطياف المجتمع. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.